بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض اليوم إن شاء الله تعالى إلى طريقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين والمضاعف المشترك الأصغر. القاعدة رقم 1، طريقة إيجاد البي جي سي دي. لإيجاد بي جي سي دي لأ و بي اتبع ما يلي. الخطوة الأولى حلل أ و بي إلى جداء عوامل أولية، سبق وأن تطرقنا لهذا العنوان. الخطوة الثانية خذ جداء العوامل المشتركة وبأصغر أس. لماذا العوامل المشتركة فقط وبأصغر أس؟ لأن نتيجة البي جي سي دي صغيرة، لهذا نأخذ جداء العوامل المشتركة فقط وبأصغر أس. ثبت معلوماتك وتجنب الحفظ. القاعدة رقم 2، لإيجاد البي بي سي ام يعني المضاعف المشترك الأصغر لعدد A و B تابع ما يلي، حلل A و B إلى جداء عوامل أولية، معناتها نفس الخطوة هنا، الاختلاف في الخطوة الثانية. خذ جداء العوامل المشتركة والغير مشتركة. لاحظ هنا العوامل المشتركة والغير المشتركة. لماذا؟ لأن المضاعف، نتيجته كبيرة. وبأكبر أس، سبع. نأخذ نموذج لفرض جميع الثانويات. المعطيات A أو بعدد طبيعي معرفا كما يلي: A يساوي 1008، B يساوي 1372. السؤال الأول، حلل A و B إلى جداء عوامل أولية. عين البي جي سي دي، عين البي جي سي دي ل A و B و بي بي سي ام ل A و B. اكتب A على B على شكل كسر غير قابلة للاختزال. بسط العدد سي المعرف كما يلي: سي يساوي جذر 1372 ناقص 1008 ناقص 2 جذر 7. نبدأ الحل. السؤال الأول تحليل حذري، تحليل العددين A و B. حذري، الخطأ هنا أو يعني صفر. هنا جماعة وكنت غلط في هذا السؤال الأول، راح كلش راح، ما انت زدي صفر. ركز واسمع الوصايا. عندنا 1008 قسمة 2، كنا نستعين بالحاسبة. 1008 قسمة 2 هاي تقسيم 2، النتيجة 504. 504 قسمة 2 لأن رقم الآحاد زوجي، 252 قسمة 2 بها 26 قسمة 2 63 قسمة 3 لأن مجموع الأرقام يكمل قسمة على 3 فيها 21 قسمة 3 7 قسمة 7 1. تلقاو جماعة واحد نتوقف عن عملية قسمة. إذا 1008 يساوي ماذا؟ 2 أس 4 في 3 من 4 في 7. 1008 يساوي ماذا؟ 2 قوة 4 في 3 مربع ضرب 7. هنا جماعة مادام الخطأ يعني الصفر، هنا لا تنسى التحقق، هنا جماعة مش العيب في الخطا، العيب في اللي يخطا وما يعرفش باللي يخطا. هنا عاود تحقق، ها 2 عندي قوة 4 يعني شاطو 4 ضرب 3 وربع ضرب 7. لكن لقيت 1008 كمل، هنايا عملك صحيح. هاي بطريقة مماثلة، 1372 رقم الآحاد زوجي، ها واش عندي؟ 2 تقسيم 2، 1372 تقسيم 2، النتيجة 686 قسمة 2 343. لاحظوا هنا هذا العد ما يقبلش قسمة على 2 ولا يقبل قسمة على 3 لأن مجموع الأرقام كله يساوي 10، وما يقبلش القسمة على 5 لأن رقم الآحاد يختلف عن 0 و 5. إذا نقسم على 7 مباشرة، 343 قسمة 7 ماذا تساوي؟ تساوي 49 قسمة 7 7 قسمة 7 النتيجة ماذا تساوي؟ 1. سي بون.
إذن هنا العدد 1372 يساوي 2 مربع في 7 مكعب. 1372 يساوي ماذا؟ يساوي 2 مربع ضرب 7 مكعب. هاي النتيجة صح. تقدر تحققها بطريقة مماثلة. نكمل بها ما نطولش. هيا عين بي جي سي دي و بي بي سي ام. السؤال الثاني تعين بي بي جي سي دي بي ا و بي والبي بي بي سي ام بي ا و بي. بي جي سي دي يا جماعة ذكرنا بالقاعدة وش قلنا وش تقول القاعدة؟ خذ جداء العوامل المشتركة فقط وبأصغر أس لأن نتيجته صغيرة للتذكير. هاي ما هي العوامل المشتركة؟ لاحظوا هنا العامل المشترك يعني شوف ما تحسب الأس. هنا عندي 2 هنا 2 عندي 2 داكو. هنا عندنا 7 هنا 2 عندنا 7. دونك احنا هنايا هنا ناخذ أصغر أس أصغر أس. هنا ما بين 2 أس 4 و 2 مربع ناخذ 2 مربع. ها بين 7 مكعب و 7 ناخذها 7. إذا البي جي سي دي بي جي سي دي لي أ و بي ماذا يساوي؟ يساوي 2 مربع مضروبة في 7. 4 ضرب 7 ماذا تساوي؟ تساوي 28. هاو بي جي سي دي صح. صح. كي تسطروا النتيجة يا جماعة تفكروا هضرتي تفكروا الوصية هل النتيجة صحيحة؟ نعطيك فكرة من ذهب كيف تعرف بي جي سي دي في ثواني لتحقق. هاي فكرة من ذهب. أفكار الذهب يا جماعة ما تخدموش بهم، هذه لتحقق فقط، هذه لتحقق. شو العنوان تاع الفكرة من ذهب؟ بي جي سي دي في ثواني. بي جي سي دي تأوى بي في ثواني. يعني بلا ما دير تحليل. غادي نكتب لكم الطريقة. أعطينا أصغر رقم هو هذا 1800. 1800 استعمل اللمسة A B C A B C يعني قسمة A B C معناتها قسمة راح يدلنا نتيجة مختزلة خالصة. قسمة 1372 نهار الحاسبة عندي 1800 A B C هاي A B C A B C 1372 تساوي أنا أضغط تساوي سجل ماذا سجل؟ 36 قسمة هذه معناتها قسمة 49. بي جي سي دي هنا جماعة بي جي سي دي لي أ و بي لي أ و بي ماذا يساوي؟ الرقم الصغير على الصغير هذا قسم هذا والله هو هذا قسم هذا. المهم تا مثلا نخدم بالرقم الصغير على الصغير 1800 قسمة 36. 1800 قسمة 36 كون تحسبها تقدر تلقاها 28. 28 ما معناه؟ معنى صحيح مالوكا صحيح. تبتونا جماعة أفكار الذهب أم يعاونوكم أم يعاونوكم في الفروض والاختبارات. أوكي في جي سي دي أنا فهمناه. دوكا نزيدو نهضرو دوكا على البي بي سي إم. بي بي سي إم خلاص النتائج هادو جماعة نحتاجوهم نكتبوهم نعاودو نكتبوهم هنا. ركز معايا هاي النتيجة 1800 تحليل صحة 2 أس 4 3 مربع في 7 وعندنا 1372 تساوي 2 مربع ضرب 7 مكعب. ركز معايا وشوف الاختلاف ما بين بي بي سي ام و بي جي سي دي. ركز معايا اذا بي بي سي ام بي بي سي ام لي ا و بي. عاود قرانا القاعدة قالك هنا خذ جداء العوامل المشتركة والغير مشتركة وبأكبر أس. لماذا؟ لأن نتيجة بي بي سي ام كبيرة. هيا بدأنا لنا الساعة هنا بالعوامل المشتركة بصح نأخذ أكبر أس. هنايا عندنا هذا 2 هذا العامل المشترك ناخذ اكبر اس معناتها ناخذ 2 اس 4 ما بين 7 مكعب و 7 ناخذ 7 مكعب اكتب الزوج هذو عندي 2 اس 4 ضرب 7 مكعب.
العلم الغير مشتركة جماعة نأخذها جميعها. ما معناه؟ معناتها عندي هنا ثلاثة مربعة من غير مشترك، معناتها كاين هنا وما كاينش هنا، هذا معناتها نختاروه، عندي ثلاثة مربع. بالنسبة لهذا هو عام مشترك ودينا 2 أس 4، هذا ثاني هو عام مشترك ودينا 7 مكعب، معناتها العام الغير مشترك الواحد هنا هو 3 مربع هذا اللي داخل الإطار. سي بون، حسبنا النتيجة وعطينا فكرة من ذهب لتحقق. ركز، 2 شابو 4 في 7 شابو أس 3 في 3 مربع معناتها 9. النتيجة 49392. هاو البي بي سي دوكا، اسكو النتيجة صحيحة أم خاطئة؟ أنا نعطيك فكرة من دهب، كي تلقى البي بي سي إم في ثواني ودون سي ودون حساب. هاي فكرة من دهب للتحقق فقط، للتحقق. ها وشو الفكرة هادي؟ معناتها البي بي سي إم في ثواني، في ثواني ودون حساب. بي بي سي ام يا جماعة هاك تلقاه بالنظر فقط، البي بي سي ام لي ا و بي، وش يساوي؟ يساوي جداء العددين ا في بي على و البي جي سي دي. البي جي سي دي وش يساوي لي؟ ال ا في البي، ال ا تاعنا ها هادي ال ا وهادي ال بي، اذا الف ثمانية مضروبة في 1372 قسمة مدى بي جي سي دي، بي جي سي دي مدى يساوي 28. هاي احسبها بعد الحساب ماذا نجد؟ 1008 مضروبة في 1372 تساوي لنا تقسيم 28، النتيجة 49392. 49392 هاي نفس النتيجة جماعة، هاي نفس النتيجة. ما معناه؟ معناه عملك صحيح، صح؟ كل ما تأطر النتيجة جماعة تفكر هذا الشيء يجب التحقق، يعني انت أستاذ نفسك انت تصلح الوقت، ما كانش من هذه تأطر النتيجة وتكمل تجاوب على الموضوع كامل وتخلص في أقل وقت ممكن ومن بعد تدير صفر، ما عندها حتى معنى خدمتك، غلط وصلح. هاي روح أكمل السؤال هذا صايب، فهمناه. سؤال وراء سؤال ثالث، اختزال كتابة مختزلة لـ A على B، كتابة A على B على شكل كسرة غير قابل للاختزال. ركز، هذا السؤال الثالث. أوكي، A على B يا جماعة، الكتابة المختصرة، الكتابة المختزلة وش هي؟ عندي A قسمة B، واش تساوي له؟ الـ A تاعنا 2008 قسمة 1372. هنا الاختزال بين الأهداف تاع بي جي سي دي هو اختزال الكسور، مادام بي جي سي دي تاع A و B واش يساوي لي؟ يساوي لي 28، معناتها يمكن تقسيم البسط قسمة 28، وهنا أيضا قسمة 28، معناتها البسط والمقام يقبلان القسمة، يقبلان القسمة على 28. إذا بعد الحساب ماذا نجد؟ A قسمة B ماذا تساوي؟ عندي 1008 تقسيم 1372. أنا شيفت أ بي سي، هذه اللي تحققها تلقى 36 على 49، هذه الفكرة من دهب. هاي قسمنا البسط 1008 تقسيم 28 ماذا نجد؟ 36. و 1372 قسمة 28 كم تساوي؟ 49. هاني عطرت النتيجة جماعة، واش راه نقول لك؟ النتيجة صحيحة تحقق، ها تحقق. هذه فكرة من ذهب اللي بديتها لكم من قبل، هاي فكرة من ذهب تساوات اختزال، اختزال قصر بالحاسبة، بالحاسبة صح. اوكي، ها واش ندير؟ اكتب 1008 ABC كي يعود جمع الصغير على الكبير تقدر تستعمل مباشرة ABC، بصح كون يعود الكبير على الصغير لازم تقول شيفت ABC.
هنا ABC يمكن استعمال نفس ABC مباشرة. ها 1372 ماذا نجد؟ اضغط تساوي، سأجد ماذا تجد؟ تجد 36 قسمة 49. إذن عملك صحيح. ها في كل خطوة نتحقق من قدم سيسرها ولو غلطت كنت لقات ناقض عاود تصلح برك وخلاص. السؤال الأخير، معناتها كان عندكم ثلاث أفكار من ذهب في الفيديو هذا، كان لقى بي جي سي دي، كان لقى بي بي سي ام، وكيف نختزل الكسر بالحاسبة. ثبتوا لي ثلاث أفكار هذوك كنت تحتاجهم بزاف في الفروض والاختبارات. هاي الخاسمة قال لك هنا بسط العدد سي، تبسيط العدد د سي. ركز، ختاما تبسيط العدد د سي، علما ان سي يساوي ماذا؟ جدران 1372 ناقص جدران 1008 ناقص 2 جدر 7. هنا نعوض 1372 بما يساوي 1800. إذن سي تساوي جدر. ها 1372 عبارة عن 2 مربع في 7 مكعب ناقص جدر 1008 هي 2 أس 4 في 3 مربع في 7 ناقص 2 جدر 7 عاود هذاك 7. هاي واش تساوي لي؟ هذه 2 مربع، هذه يمكن كي تساوي على الشكل 7 مربع ضرب 7، وهنا ناقص جدر هذه نقدر نكتبوها 2 مربع ضرب 2 مربع ضرب 3 مربع ضرب 7 ناقص 2 جدر 7 تبقى هكا. هاي يا جماعة اللي عنده تصابير اللي عنده عفوا تصربيع يمكن استخراجه خارج الجدر. ما معناه؟ معناتها 2 جدر 2 مربع فيها 2 جدر 7 مربع فيها 7 جدر 7 تبقى هكا سي بون. ناقص هنا ثاني كيف عندي 2 ضرب 2 ضرب 3 جدر 7 ومن بعد ناقص 2 جدر 7. هذه النتيجة كم؟ 14 جدر 7. عندي 4 في 3 12 جدر 7 ناقص ماذا؟ ناقص 2 جدر 7. ما هو العامل المشترك هنا؟ هو جدر 7. يمكن استخراج جدر 7 كعامل مشترك. إذا النتيجة تساوي قوس في جدر 7. 14 ناقص 12 ناقص 2 واش تساوي؟ تساوي 0 جدر 7. النتيجة ماذا تساوي؟ صفر جدر 7 يساوي صفر، معناتها سي ماذا يساوي؟ صفر. راني عطلت النتيجة يا جماعة. ها ما هي الوصية؟ تحقق لي تحقق ماشي محتواش تكتب انت في الورقة. هذه معلومة اللي كنت باه كي تدفع الورقة قال انا الإجابة تاعي تكون صح. هاي بالحاسبة ثاني، بالحاسبة ها يمكن كي تساوي جدر 1372 ناقص جدر 1800 ناقص جدر 1800، معليش نكتبوها هكا خير، جدر ومن بعد 1372 ناقص جدر 1800 ناقص 2 جدر 7. هنايا اضغط تساوي سجد سجد صفر. ما معناه؟ معناتها عملك صحيح. ها يا جماعة شنو الحاجة اللي يكون غلطنا فيها؟ راح الفرض هذا كل شرح هذا العنوان الأول، هذا التحليل كون غلطنا في التحليل إلى جداء العوامل الأولية كل شرح يروح لنا. لا باسكو الأسئلة مرتبطة ببعضها. أعطينا مخرج من الوصية يجب الاستعانة به بالأفكار من ذهب والتحقق من صحة كل نتيجة قبل مرور السؤال الموالي. نتوقف هنا، نلتقي الحصة القادمة إن شاء الله في أمل الله. السلام عليكم ورحمة الله.